طبعا الحمد لله رب العالمين، انا الحين كملت تقريبا 33 سنه، وقف 30 سنه انا اعمل. كثير من الناس يسالوني يقول لي اخي شو اللي خلاك انت تندفع الى هذا الى هذا الميدان؟ صراحه انا حبيت الميدان هذا لان انا انسان كنت عشت مبصر وعشت كفيف، وعارف حياه الاثنين. وفقدت البصر في 1969 تقريبا بدايته، فأصبحت إنسان كفيف يعني، ما حصلت علاج لأن كان عندي انفصال كلي بالشبكية. بعثنا إلى مملكة البحرين، خلصت دراستي طبعا الابتدائية والإعدادية والثانوية، وأيضا أخذت الجامعة من البحرين. أول عمل لي كان في مركز المعاقين اللي تابع وزارة الشؤون، وأول مدرس كنت في ذلك الوقت. مناهج ما كانت موجودة، لكن الإمكانيات اللي كانت موجودة عندي أنا أجهزة بدائية يعني عبارة عن بيركنز، وكان عندي ورق. فعلاً طبعت منهج وزارة التربية والتعليم بطريقة بريل، فأصبح كل طفل كفيف عارف بريل ويملك كتاب. كان من أهم الكتب اللي يجب إحنا نوفرها للطالب اللي كتاب اللغة العربية. في نفس الوقت دربتهم على الكتابة، ومن ثم ابتديت أطبع بعض المناهج الأخرى مثل الرياضيات والعلوم والمواد الثانية. فبالتالي أصبح الطالب يحس أنه حال الطلاب الآخرين، وحس أنه فعلا هو في مدرسة. وظل العمل التعليم المكفوين ماشي لغاية ما طلع قرار الدمج. قالوا الفئة هاي ليش معزولة عن الباقيين؟ ما هي فئة هاي ما عندها أي مشكلة. فأنا واحد من كنت يعني اختاروني أن أنزل في الميدان. فعلاً ابتدينا ندرب المدرسات على كيفية التعامل مع الكفيف، علمناهم طريقة بريل، كيف يعني يشرحون للطالب وكيف يتعاملون معه. تدريجياً أصبحت الأمور يعني كل مالها تصير إلى الأفضل. عندي 5 أبناء أنا أدرسهم، أشرح لهم العلوم، العربي، الرياضيات، كل المواد. يعني أنا من النوع اللي هوايتي دائماً يعني أصلح شيء، عندي عطلان في الكهرباء، أحب الشغلات الكهربائية. يمكن قد يسألني شخص يقول أنت ما تشوف، أقول له صحيح أنا ما أشوف بس عندي فكر. لما سمعت الخبر فرحت فرحة كبيرة يعني، صراحة حسيت كأن أحد يتابعني. أتمنى في المستقبل عيالي بذلون جهد مثل ما أنا بذلت جهد، والدولة ما تقصر، الدولة تشجع. يجب على الآباء والأمهات دائما يحثون أبنائهم على العلم.